السلام عليكم، كيفكم اساطير؟ يا رب تقبل بخير. وجدكم مطعم جيل مطرق على لعبه درويد درايف، لعبه باصات وشاحنات عالم مفتوح اوف لاين، تنزل على اجهزه الايفون اندرويد. رابط التحميل تلاقوا صندوق الوصف، تكون حملوا اللعبه وجربوها. طبعا يا جماعه، في مقطع سابق نزلنا على هي الشاحنه شاحنه الداف، طبعا بالتحديث الاخير ضافوا لنا اياها، وفي ناس كتبوا لي في التعليقات انه يا احمد جربنا شاحنه الفولفو وجربنا كمان شلون اداءه وشلون وضعه. وبنفس الوقت يا جماعه الخير، في ناس طلبوا مني الرابط تبع تحميل اللعبة النسخة المعدلة اللي منزلها أنا، فيا جماعة الخير رح أحط لكم أنا الرابط تبع التحميل في التعليقات المثبتة من الميديا فاير مباشرة، بس من ضغطوا عليه بتحملوا اللعبة فقط لأجهزة الأندرويد. وبالنسبة للناس يلي رح تظهر عندهم إشارة أو بس من حملوا الرابط رح يكتب لهم إنه التطبيق غير مثبت أو هيك شيء، لازم تحذفوا النسخة يلي عندكم لحتى تقدروا تنزلوا النسخة يلي عندي. فيا جماعة الخير جربوا حملوها وإن شاء الله تزبط معكم. فلذلك يا جماعة الخير، هلا قبل ما نبدأ المقطع لا تنسونا من الصلاة على النبي واللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس لصحتكم كل جديد، وبترككم مع المقطع ومشاهدة ممتعة. وطبعا يا جماعة الخير، وجينا على قسم الجراج تبعنا، طبعا رح نشتري الشاحنة وبعدين ننزل نعدلها في أيقونة الشاحنة اللي شايفينها قدامكم. فرح نروح مباشرة على زر القائمة، وبعدين يا جماعة رح نروح على الفيكال شوب، وبعدين نروح نختار الشاحنة. طبعا رح نشتري الفولفو مثل ما شايفين اللي هي هاي، طبعا شوفونا عليها وهي الشكل الداخلي من هون. طيب شباب، رح نختار اللون قبل ما نشتريها، رح نختار اللون البرتقالي. شو رأيكم بهذا اللون يا جماعة؟ لون حلو يعني فخم شوي. فرح نختار نضغط على زر الشراء بهذا الشكل، حقها 450 ألف. طبعا هيك اشترينا الشاحنة مثل ما شايفين. رح نشغل ومباشرة نروح على مكان التعديل. طبعا شوفونا على الفولفو يا جماعة، حاليا يعني ستوك، ما المعدلة ولا المزبطة أبدا. فرح نروح على أيقونة الشاحنة، أو بتضغط على زر القائمة وبتدخل مباشرة على قسم التعديل. فمثل ما شايفين جينا هون على قسم التعديل بهذا الشكل. حاليا يا جماعة الخير، في عنا هون مثل ما حكينا لكم في المقطع السابق انه بتقدروا تعدلوا اكثر من شغلة، وفيها تفاصيل كتير حلوة، واللي هي يا جماعة حاليا بتقدر اول شيء تعدل على الشكل الداخلي. مثلا عنا الدركسيون هون بتقدر تعدل عليه بهالشكل، في عندك اكثر من دركسيون، في عنا هاد في هاد في هاد، في كتير اشكال الوان يعني على كيف كيفك مثل ما شايفين. طبعا بتقدر بتنقي اللون اذا كان بدك، على ما اظن اذا كان في له الوان او هيك مثل ما شايفين. مثلا رح نختار شي لون، مثلا رح نختار هذا الدركسيون، شو رايكم؟ طبعا بتقدر تعدل على اللون تبعه، بتضغط على هذا الزر وبتضغط على اللون هاد محل الوان، مثل ما شايفين سوينا لونه برتقالي، او بتقدر تحطه احمر، شو بدك تختار اللون بدك اياه. فرح نختاره نحن لون برتقالي على لون الشكل الخارجي. فبهذا الشكل عدلنا على الدركسيون مثل ما شايفين. بتقدر بتعدل على اكثر من شغله كمان، هدول الشغلات يعني مثل زينه ما زينه، هالشغلات هي بتقدروا تضيفون على الشاحنه من الداخل، بس انا ما راح اضيفهم. شايفين يا جماعه هذا هو الشكل الداخلي. هلا يا جماعه راح نروح للشكل الخارجي. فمثل ما شايفين اول شيء راح نعدل على قسم، على هذا القسم، قسم المصابيح وهالشغلات هي. فراح نختار هون المصابيح، راح نحطهم بهذا اللون مثل ما شايفين. وعنا مثلا رح نضيف هون شبك امامي مثل ما شايفين، في عنا هدول الشبكات، بس رح اختار واحد، مثلا اختار هذا، شو رايكم؟ حلو هذا. طبعا بتقدر تبدل على لونه اذا كان بدك بهذا الشكل، بتختار اللون الاسود. طبعا يا جماعه شو رح نساوي كمان؟ رح نختار هون اذا كان بدك تحط فيه ماء، واذا كان بدك مثلا ترفع الشاحنه بتنزلها، شو بدك تعمل. في عنا هي الهيكل هذا اللي فوق الشاحنه بتقدر بتضيفه، وفي عنا يا جماعه بتقدر تحط اناره من فوق كمان مثل ما شايفين. رح نعمل بهذا الشكل هيك، نحط اللون. طبعا هون هدول المصابيح بتقدر بتضيفون اذا كان بدكم مثل ما شايفين، وعنا هذا اللون. وهلا يا جماعه رح ننتقل ل، مثلا في عنا هون فوق بتقدر بتحط هدول الزمامير او شو بتسموهم، البوق او الهورن بهذا الشكل. طبعا يا جماعة هلا في عنا هون المدخنة، بتقدر تبدل المدخنة، رح نحط مدخنة مثلا هاي، شو رأيكم بهاي؟ هاي حلوة. طبعا رح نختار لونها بهذا الشكل، بتختار اللون عن طريق زر الفرشاة الموجودة في الاعلى، بس من اخترت على اي ايقونة او اي تعديل بتعمله بتقدر تعدل عليه. طبعا في عنا هون المدخل اللي موجودة في الاسفل كمان بتقدر بتضيفها اذا كان بدك بهذا الشكل. طبعا رح احط هاي انا، شو رأيكم؟ نحط اللون كمان اسود، طبعا هو مو اسود اسود، لا يعني فضي بنقول له. طبعا في عنا الانارة الخلفية، بتقدر بتضيفوا انارة خلفية اذا كان بدكم.
رح احط هذا، شو رايكم؟ طبعا بتقدر بتطول الشخصية اذا كان بدك تعملها بهالشكل او بهالشكل حسب ما انت طلبك. في عنا هون الجنط، رح حدل على الجنط من خلال الالوان فقط، الالوان هذا اللون الثاني، الفرشاة الثانية. شو رايكم نحط هيك اللون، او نحطه باللون الاسود مثلا هيك، ونحط مثلا غير لون كمان. شو رايكم مثلا هدول المسامير بتقدر تبدلهم اذا كان بدك، بنحطهم هدول. شو رايكم بنحطهم لون برتقالي؟ طيب رح نختار اللون من هون. طبعا طريقة التعديل كتير سهلة يا جماعة، ما فيها صعوبة، ما فيها شيء يعني الا معقد او هيك. وبس من خلصت التعديل على الجنط او هيك، مباشرة بتضغط على الكوبي مشان تروح تعدل على الدوليب التانية مثلا بهالشكل. تروح على الدولاب هاد، بتعمل بيست وهيك عدلنا عليه. طبعا بتضغط على هاد كمان وهي بيست، وعندك هون كمان بيست مثل ما شايفين، يعني عدلنا على الدوليب بهالشكل. هلا يا جماعة رح نروح مباشرة لباقي التعديلات، واللي هن عنا الشكل الخارجي بتقدر بتضيف اضافات وهيك شغلات. فرح نضغط على الزر المربع والمثلث وهالشغلات هي. فيا جماعة رح نختار اول شيء الشكل الامامي، هون بتقدر تعدل على اللون على ما اظن. في عنا هون اخر شيء بتقدر بتضيف هدول ال مثل طابون او شو بتسموه الرفراف بهذا الشكل، نحطها. شو رايكم؟ طبعا تقدر هون كمان بتضيف الدابو، بتقدر تبدله اذا كان بدك. رح نختار شيء هذا الدابو مثلا، بنختاره لهاد. شو رايكم؟ وفي عنا يا جماعه الخير واللي هو هون كمان بتقدر بتضيف اكثر من شغله كمان، بس انا ما رح اضيف كل شيء لاني في شيء مجاني وانا ما بقدر بنضيف شيء مجاني اذا كان منزل النسخه يلي قايلكم عليها. فمثل ما شايفين بهذا الشكل هيك نعدل ولا هيك؟ والله هي افخم مو هيك؟ طيب رح نختار هذا يا جماعه. وهلا هون شو بنقدر نضيف؟ هي الفتحة السقف على ما اظن. وشو في عنا بقي كمان؟ في اشياء ما رح اضيفهم. في عنا هذا الجنابي او شو بتسموه كمان بتقدروا تضيفوه بهالشكل، او بنحط هذا ولا هذا، بنحط هذا. شو رايكم؟ طبعا في كتير اضافات، وهي على الدواليب كمان رفاريف كمان بتقدروا تضيفوهم بهالشكل. مثلا نحط اللون برتقالي بهالشكل، بصير كلها برتقالية. والله مثل ما شايفين يعني بهالشكل بتقدر تعدل على اكثر من شغلة موجودة في الشاحنة مثل ما شايفين. وهلا يا جماعة الخير مثل ما شفتوا هيك عدلنا على الشاحنة وصار شكلها مثل ما شايفين قدامكم، يعني الوضع تغير 100%. فهلا رح نضغط على تشيك اوت لحتى نحاسب. طبعا كلفتنا 70,000 مثل ما شايفين، رح نعمل هيك. وهلا يا جماعة بتقدروا كمان بتروحوا بهذا الشكل. وهلا يا جماعة مثل ما شايفين هيك عدلنا على الفولفو. طبعا شوفوا لنا الفخامة يا جماعة الخير، شوفوا لنا الفخامة. يا عين يا عين يا عين، قالوا لي على الإنارة وعلى الإضاءة وعلى الشغلات هي. طبعا كل شيء بتقدر تعدل عليه مثل ما شايفين. طبعا خلونا نشوف الشكل الداخلي. طبعا شوفوا لي على الدركسيون يا جماعة، شايفين؟ حلوة والله للحقيقة حلوة. طبعا خلونا نشغل شوف الإنارة مثلا شو وضعها. هي هيك رح نطلع للشكل الخارجي. طبعا هون عندنا الإنارة في أكثر من طقة مثل ما شايفين، يعني شايفين. طيب يا شباب خلونا هلا ناخذ جولة سريعة مثلا. طبعا بتقدر تشتري شاحنة، بتقدر تشتري تريلا، شو بدك تعمل. مثل ما شفتوا بالمقطع السابق اشترينا نحن تريلا كمان وعدلنا عليها. الإنارة شايفينها شلون هيك لونها زينون، شو بتسموا هذا اللون يا جماعة الخير؟ أو هي الإنارة اكتبوا لي في التعليقات. والله يا جماعة الخير مثل ما شفتوا هذا هو مقطعنا لليوم، عدلنا الشاحنة. وبنفس الوقت إذا كان بتحبوا تحملوا النسخة اللي عندي طبعا بتلاقوها في التعليق المثبت، وإذا كان ما بدك تحملها بتحمل النسخة الأصلية بتلاقيها في صندوق وصف لأجهزة الأيفون والأندرويد. والله يا جماعة الخير مثل ما شفتوا وصلنا معكم نهاية المقطع، بتمنى منكم لا تقصروا معنا ودعمونا المقطع باللايك، واشتركوا بالقناة إذا ما انتم مشتركين، ولا تنسوا تفعلوا زر الجرس وصلكم كل جديد. وبترككم في امان الله وسلام.